يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة الإمامة هل تذكر في الأصل عند الفقهاء أم عند أهل العقيدة؟ كلهم، باب الإمامة مذكور في كتب العقائد ومذكور في كتب الفقه لأهميته، فالفقه يذكرون الأحكام المتعلقة بالإمام، والعقائد يذكرون أن طاعة ولاة الأمور من أصول الإيمان، أن طاعة ولي الأمر من أصول الإيمان، وأن نصب الإمام هذا من واجبات الأمة، لا تبقى بدون ولي أمر. نعم.